عليكم السلام. انتبهوا عليه، راح نحكي لكم موضوع الانفلونزا الموسميه. هاي الانفلونزا العاديه اللي صايره عندنا، شلون نحمي نفسنا حتى ما نصاب بالانفلونزا. للحد من انتشار الانفلونزا الموسميه نبدا اتباع الارشادات التاليه. عندنا طرق وارشادات لازم احنا نتبعها. احذر العناق والتقبيل عند مصافحه الاخرين. يعني اني من اجي اسلم على صاحبي ماكو داعي اسلم عليه واباوسه واحضنه. على البعد اسلم عليه تحيه، هيك شلونك شلون صحتك؟ انتهى الموضوع. زين؟ عزز مناعتك. شلون تقوي جسمك المناعي؟ باستخدام الفواكه والخضروات. وتكثر من الفواكه اللي فيها فيتامين سي. زين؟ للوقايه من الانفلونزا الموسميه غرغره الفم يوميا بالماء الدافي والملح. يوميا تغرغر ومي دافي وملح لمده نصين حتى شنو؟ حتى تحمي نفسك. استخدام منديل ورقي اكلينس عند السعال والعطاس. من اعطس من اريد اكح اخلي هيك الاكلينس، من اكمل اشمره بالسله. زين، اذا انا كنت مصاب بالانفلونزا شو اسوي؟ اخلي مسافه بيني وبين صاحبي فد متر. حتى ليش؟ حتى ما اعدي، حتى ما اجي اقح بوجهه. زين؟ حتى ما اجي اعطس يمه. من تريد تعطس وانت يمك احد، يا اما دير وجهك يا اما ما عندك كلينس تسوي ايدك هيجي. هاي ايدك هيجي، هذا يسمونه ثني المرفق هيجي وتعطس. هاي في حال شنو؟ ماكو كلينس. المفروض من تجي المدرسه تلبس كمامه حتى تحمي نفسك. انتم هسه ولا واحد لابس كمامه. الاسبوع الجاي تلبسون كمامات، بس انت لابس. الاسبوع الجاي تلبسون كمامات حتى تحمون نفسكم. زين؟ ما اريد بس هنا ونعم وكذا وماكو، اريد تطبيق.